بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعنى طبعا بالمغرب في عهد العلويين، تدعيم أسس الدولة. إذا القسم هو السادس ابتدائي، المرجع الجديد في الاجتماعيات. الهدف أتعرف سياسة المولى إسماعيل في تهدئة الوضع الداخلي وتنظيم الجيش وتقوية علاقاته مع الخارج. نعم، أمهد للتعلم. اهتم المولى إسماعيل بتهدئة الوضع الداخلي وتنظيم الجيش وتوسيع علاقاته الخارجية. ما السياسة التي سلكها المولى إسماعيل في تهدئة الوضع الداخلي؟ ما التدابير التي اتخذها من أجل تنظيم الجيش؟ ما الإجراءات التي اتخذها لتوسيع علاقاته الخارجية؟ نعم، هذا تمهيد للتعلمات. قلنا هنا أنجز أنشطتي. لاحظوا هنايا، عندنا هنا هذا ما يسمى بالخط الزمني، طبعا أهم الأحداث التي ميزت عهد المولى إسماعيل. نعم، إذا هنا عندنا هنا عهد المولى الرشيد واللي هي مرحلة التأسيس، ثم بداية بناء طبعا مدينة مكناس، نعم العاصمة. وهنايا نكبر الصورة، ثم هنايا عندنا تكوين جيش طبعا عبيد البخاري، وهنا طبعا عندنا إعادة توحيد البلاد. نعم، إعادة توحيد البلاد، وفي هذا اللون الأخضر يعني مرحلة بناء الدولة وطبعا قوتها. نعم، هنا وفاة المولى إسماعيل في هذه السنة هذه. إذا هذا هو الخط الزمني أو أهم الأحداث التي تميز في عهد المولى إسماعيل. دابا الآن سنرى النشاط، طبعا شنو تيقول لنا. نعم، هنا بعد ما قرينا هذا الشيء سنرى، قالوا لنا هنا أقرأ خط الزمن والنصين ثم نقرأ النص. ياك لم يكد خبر نعي مولى رشيد يصل إلى سفينة حتى غادرها أحد أبناء أخي مولى إسماعيل أحمد بن محرز متصلا بعرب سوس وأهل مراكش، فبايعوه وسانده ضد مولى إسماعيل. إذا هنا وهكذا انفتح باب التوراة على مصراعيه في جهات مختلف من المغرب، وأسهمت في التوراة مدن رئيسية كمراكش طبعا وتارودانت وفاس وعدد كبير من قبائل الأطلس وجملة من أبناء مولاي إسماعيل. ذلك لأن ولاية العرش لم يوضع لها أي نظام قار، ولاية العرش لم يكن لها نظام قار. إذا هنا قالوا لنا استخرج من الوثيقة الوضع السياسي داخل المغرب بعد وفاة مولى طبعا مولى رشيد. إذا الوضع السياسي هنا، نعم هنا عندنا انفتاح باب الثورة كما جاء في النص، انفتاح باب الثورة. نعم هنا انفتاح، نعم باب انفتاح باب الثورة، نعم على مصراعيه. إذا فهنا كيتبين لنا انه عدم الاستقرار في جهات مختلفة من المغرب، طبعا في نعم في جهات مختلفة من المغرب، مختلفة طبعا للبلاد. هنا شنو كنستنتجو؟ الوضع كي داير هنا عدم الاستقرار، وهناك طبعا تمرد. نعم، شنو كيتسمى هنا؟ تمرد. إذا عدم الاستقرار تمرد، هذا بالنسبة للوضع السياسي. سبب تمرد المدن والقبائل ضد المولى إسماعيل، سبب تمرد المدن والقبائل ضد المولى إسماعيل طبعا لأن ولاية العرش كما جاء في النص هي ولاية العرش لم يوضع لها أي نظام قار. لأن السؤال الثاني، لأن ولاية العرش لم يوضع لها نظام قار، لم يوضع لها نظام قار، ما كانش عنده واحد نظام قار. هذا من بين الاسباب الذي ادى الى طبعا تمرد بعض القبائل ضد المولى اسماعيل. احسب بالرجوع الى الخط الزمني المده الزمنيه التي استغرقها المولى اسماعيل في تهدئه البلاد. نعم، اذا هو تمت مبايعته، رجعنا للخط الزماني، خصنا نهزو لاباراي، رجعنا للخط الزماني. اذا هو تمت مبايعته سنه 1672، وطبعا إعادة توحيد البلاد كانت 1672. إذا أردنا أن نحسب
المدة الزمنية عاش دو، يعني توحيد بلاد 1600، إعادة توحيد بلاد اللي كانت 1698، نحيدو منها متى تمت مبايعته. نعم، إذا شحال هتساوي لنا هنا؟ 26 سنة. إذا 26 سنة عاد تم توحيد بلاد، 26 سنة. نعود إلى طبعا الأسئلة. نعم، إذا هذه المدة الزمنية. دابا نمشيو للوثيقة 3. نعم، ها هي اللي كتقول لنا نقرا الوثيقة الأولى. لما أكملت بيعة المولى إسماعيل اشتد عزمه في تهدين المغرب، إذا تهدين تهدئة المغرب، حتى تمهد له من أقصى الظهر إلى وادي نون والساقية الحمراء، ومن البحر إلى أقصى الصحراء، فوجه الجيوش للجهات للأخذ على الجنات. جنات استخرج من الوثيقة السياسة التي سلكها المولى إسماعيل، نعم، للقضاء على تلك التمردات. هو أنه شنو دار؟ قام بتنظيم جيش، تنظيم وتكوين جيوش، نعم، قام بتنظيم جيوش، نعم، وتوجيهها، يوجهها وتوجيه هي وتوجيهها طبعا للأخذ، حسب كما جاء في النص، للأخذ على يد الجنات، على يد الجنات، اسمهم الجنات، نعم، ها هي حتى في النص رجعنا له، ها هي فوجه الجيوش. إذا هذه السيسندرا مجال امتداد منطقة نفوذه، نعم، من أقصى الظهرة إلى وادي نول، إذا أقصى، من أقصى الظهرة إلى واد نون، ثم واد نون والساقية الحمراء، والساقية الحمراء، نعم، من واد نون والساقية الحمراء، ثم كذلك من البحر، نعم، نكتبوها من البحر، نعم، إلى حسب النص إلى أقصى الصحراء، إلى أقصى الصحراء، نعم. إذا هذه المنطقة من أقصى الظهر إلى واد نون والساقية الحمراء، ومن البحر إلى أقصى الصحراء، نعم. نمر إلى النشاط الثاني، أصف الجيش النظامي في عهد مولى إسماعيل. أقرأ النص والخطاط وأحل الصورة. إذا عندنا الجيش، خطاط مكونات الجيش النظامي في عهد مولى إسماعيل. عندنا جوج، جيش عبيد بخارى، يعني سميتو عبيد بخاري، جيش عبيد بخاري سميتو عبيد بخاري، نعم، والجيش التقليدي اللي هو قبائل الجيش. إذا التكوين ديالهم كيف يتم؟ مدة التكوين، الالتحاق في السنة 10 والتجنيد في السنة 18. إذا شحال ديال التكوين؟ مدة غتكون 10 سنين، 18 ناقص 10، هو التحق في 10 والتجنيد في 18، بمعنى سيمضي مدة 10 8 سنوات، من 10 18 ناقص 10. أداء قسم الإخلاص للسلطان على كتاب صحيح البخاري، يعني الأحاديث النبوية، يعني كيأدي القسم الإخلاص للسلطان على كتاب، طبعا الإخلاص مر بالقسم الإخلاص، ولكن على كتاب صحيح البخاري اللي هو الأحاديث النبوية الشريفة. المعسكرات الرئيسية كانت مكناس وسلا، العدد بداية القرن 18، وكان 150,000 جندي. هالمهام، المهام ديال هذا الجيش، مهام إدارية، مراقبة الطرق، ردع القبائل متمردة. أما الجيش التقليدي اللي هو قبائل الجيش، إشراكة لوداية فاس كان ديالهم، مكان لوداية مكناس كذلك، الشبانات، ثم مراكش، ثم أنقاد. وهالمهام ديالو منع زحف بعض القبائل وحماية الطرق. إذا هنا استخلص من الخطاطة ممن تتكون الجيش النظامي في عهد مولى إسماعيل. هاني كتكون من جيش عبيد بخاري، هاي نكتبوها، جيش عبيد البخاري اللي سميتهم عبيد البخاري، نعم، ثم الجيش التقليدي، الجيش التقليدي اللي هما قبائل الجيش، قبائل الجيش، نعم، جيد. إذا هادو هما ملي كيتكون الجيش ديال طبعا النظامي في عهد مولى إسماعيل. أوضح طبعا بالرجوع إلى النشط واحد السبب الذي دفع مولى إسماعيل لتنظيم الجيش بهذه الطريقة، نعم. إذا السبب الذي دفع المولى إسماعيل لتنظيم الجيش بهذه الطريقة
هو سبب رئيسي مهم هو تهدين المغرب. نعم تهدين يهدنو، تهدين المغرب، أو نقول تهدئة الوضع بالمغرب. نقدر نقولوا الاستقرار. نعم البحث عن الاستقرار. هادو كلهم أجوبة متقاربة وصحيحة. ثم نمر إلى نقرأ هذه الوثيقة. هذه لوحة تمثل فارس من جيش عبيد البخاري. نعم هنا قالوا لنا فرق المولى إسماعيل أولاد العبيد في الخدمة على أهل الحرف وسوق الحمير، يتدربون ويتعلمون، فإذا أكملوا السنة أنقلهم من سوق الحمير لسوق البغال الحامل للآجور والزليج والقرمود، فإذا أكملوا السنة أنقلهم لدرب المراكز وخدمة الألواح الطابية، فإذا أكملوا السنة أنقلهم للجندية، فإذا أكملوا السنة دفع لهم الخيل يركبونها دون سروج، فإذا أمسكوا رؤوسها وأكملوا السنة دفعت لهم السروج، فإذا أكملوا السنة صاروا من حساب الجند. نعم هنا الأسئلة قالك أعرف انطلاقا من وثيقة مراحل تكوين الجيش البخاري. نعم مراحل تكوين الجيش البخاري والمدة التي كان يستغرقها هذا التكوين. إذا المراحل، أولا قلنا في الخطط هو الالتحاق، طبعا قلنا في السن العاشرة، الالتحاق في السن العاشرة الأولى، ثم التجنيد، التجنيد يعني فاش في السنة 18، ثم أداء القسم. هذه المراحل أداء القسم، وهذا القسم قسم أداء قسم الإخلاص، قسم الإخلاص للسلطان، طبعا قسم الإخلاص طبعا للسلطان على كتاب صحيح البخاري، على كتاب صحيح البخاري، على كتاب صحيح البخاري. وطبعا المدة ديالهم هي أنك تجن تكون في 18، هو كيدخل في 10 سنين، إذا شحال كيقضي؟ 8 سنوات، شحال؟ 8 سنوات. أستخلص من الوثيقة سبب تسمية جيش البخاري بجيش العبيد البخاري. إذا من خلال الوثيقة كيتبين لنا، نعم نعم لأنهم هذا الجيش يؤدون القسم، طبعا لأنهم يؤدون القسم، قسم الإخلاص بلا ألف، قسم الإخلاص، يؤدون قسم إخلاصي للسلطان طبعا على هذا الكتاب، كتاب صحيح البخاري، على كتاب صحيح البخاري، على كتاب صحيح البخاري. ثم طلبوا منا من الوثيقة واحد، هذه هي المهام لكل من جيش البخاري وجيش قبائل الجيش. هالمهام هي مهام إدارية، قيدها مراقبة الطرق، ردع القبائل المتمردة، وبالنسبة لقبائل الجيش منع زحف قبائل بعض القبائل، وحماية الطرق وحماية نمر إلى النشاط الثالث، أتعرف الدبلوماسية المغربية في عهد مولاي إسماعيل، أقرأ النصين وجدوا. نعم لاحظ لوحة تمثل السفير محمد بن تميم في باريس. نعم حتمت الحركة التجارية والقضايا المرتبطة بالأسرى المسيحيين بالمغرب، إذا قضايا تجارية مهمة، وثاني الأسرى لمسيح المغرب وكذلك أو المسلمين بلاد أوروبية، إذا هناك أسرى عند المسيحيين وهناك أسرى مسيحيين عند المغرب. على السلطان ملزم أن ينسج علاقات، هذا هو السبب اللي خلاه ينسج علاقات متنوعة مع بلدان غرب المتوسط، أولا التجارة، ثانيا الأسرى المسيحيين اللي عندنا كنا تم القبض عليهم، والأسرى المسلمين اللي كانوا في بلاد أوروبا، وأن يبعث لها بعدد من السفراء الذين تمحورت مهامهم ومهام المبعوثين الأجانب حول مسائل التجارة وتحرير الأسرى. إذا هذا هو الهدف الأساسي، مسائل التجارة وتحرير الأسرى. واحتلت فرنسا في عهد لويس الرابع عشر مكان الصدارة للسلطان إلى غاية 1910 عندما تبين له عدم جدية الفرنسيين في تحرير الأسرى. نعم هذا طبعا نص مهم، حاولوا تقرأوا أكثر من مرة، شوفوا هذا الجدول. إذا 1882 1682 كان السفير محمد بن تميم في فرنسا، ثم لاحظوا مع إنجلترا إسبانيا، إذا كاين فرنسا إنجلترا إسبانيا، هذه الدول الأجنبية التي مثلت طبعا فتحنا مع علاقات. قرأوا هذا، ولما هددت فرنسا باستعمال القوة ضد المغرب بعث المولى إسماعيل الملك الفرنسي يقول إن موارد المغرب من القوة بحيث تجعلنا لا نكترث، أي لا نهتم بأن تكون في حرب أو سلم مع فرنسا، يعني لا نهتم بأن تكون هناك حرب مع فرنسا أم لا، لدينا قوة كبيرة. ثم